كرسك محدش هيقبض يا مناع. انت سامع؟ ايه مالك يا ولدي هتزعج ليه؟ العمال عاوزين يقبضوا مش عاوزين يشتغلوا، نسيوا لما كانوا قاعدين في بيوتهم زي الحريم وفلوسهم هتوصل لهم لحد عندهم. ماله يا ولدي ما يقبضوا مش حقهم؟ حق يكسر حقهم لما تيجي فلوس المستخلصات الاول. طب والناس تستنى ليه؟ زي ما احنا استنينا شهور من غير قبض يا ابوي. يا ولدي احنا نقدر نستنوا، هم ما يقدروش. يستنوا بالجبر. اللي يجبرهم ومين؟ انا. انت؟ ليه؟ انا رحت فين؟ انا بس اللي اقول مين يقبض ومين ما يقبضش. يعني انا ماليش راي يا ابوي ولا ايه؟ بعد رايي مفيش راي المخلوق تاني. خلاص يبقى انا ماليش دعوه باي حاجه. انت هتهددني؟ سلام عليكم. وقف مكانك. انا بس اللي اقول مين يمشي ومين يقعد. ها؟ مش تديني ظهرك وتمشي وتقول سلام عليكم يا ابويا. اسكت. مش عايز اسمع كلمه انا دي مره ثانيه. وياك في يوم اكلمك ترفع صوتك علي او تديني ظهرك وتقول سلام عليكم. ايه كبرت علي حجي؟ اسكت. ومش انت اللي هتمشي، انا اللي مش عاوزك ومش عاوز اشوف وشك تاني في المحشر. مناع! مناع! نعم يا عم الحاج. شيع للعمال كلهم. حاضر يا عم الحاج. الله يجازيك يا ولدي، ضيعت علي اللحظة الحلوة. حسني الخطيب. أيوة يا عم الحاج. عملت كم نقلة يا ولدي؟ عندك في الكشف يا عم الحاج. لا قول انت، انا مصدق. 12 نقلة. يا راجل يا ضلالي، مكتوبين 11. ما قلت لك بص في الكشف يا عم الحاج. يعني ما بصيتش في الكشف تاكلني؟ ربنا يزيدك، ما انت عندك كتير. امشيها لك يا نصاب، اديله 12 نقلة. كتر خيرك. حسين عبد الله. ايوه يا عم الحاج. ايه ده يا حسين؟ ثلاث نقلات بس، هقبضك ايه؟ معلش يا عم الحاج كنت تعبان شوي. سلامتك يا ولدي. كده مش هتبقى قبضيه، هتبقى سلفه. اللي تشوفه يا عم الحاج. هدي لك اجره 10 نقلات، بس القبضيه الجايه لو ما كملتهمش مش هتقبض. اديني من الاول بقولها لك اهو. ماشي يا عم الحاج. ادي له 10 نقلات. خميس ابو منصور. ايوه يا عم الحاج. بسم الله ما شاء الله. ظهر انك عافي، جسمك صغير بس عافي يعني. 22 نقلة؟ هياخد فلوسكم كلها. 23 نقلة يا عم الحاج. اللي مكتوب يا ولدي 22. 23 وانا حاسبهم. يعني الدفتر كذاب؟ ما عرفش يمكن. اديك اللي مكتوب في الدفتر وتكمل معاي، ولا اديك اللي قلت عليه وما تكملش شغل معانا؟ لا، اللي انا قلت عليه. ادوله اجرة 24 نقلة مش 23. بس ما اشوفش وشك في المحجر تاني. اديله. مطاوع. مطاوع ابو علي. Get him to pay her father a visit. سبت له كل حاجة زي العيال الصغيرة؟ ولما يعوزني هيبعت لي. لو ما شاعلكش. مش مهم. ولما يقطع المرتب اللي هيبعته. ما يقدرش. انا الشوف وهو عارف. ما تتمرعش، ابوك عنيد. ملكي صالح انت. وبعدين ايش معنى الدور دي؟ ما كل دور تقولي لي انت اللي شقيان وانت اللي ما عارف ايه. عشان ابوك اخوه رجع ما بقيش وحده. ومال عمي ومال المحجر؟ مش عارف. حد عارف ابوك هيفكر في ايه؟ ما تقلبليش راسي. وما يقولكش امشي غير لما لقي ظهره مسنود باخوه. انا اللي سبته، هو ما قاليش امشي. فاهمه؟ مين؟ الحاج ابو ضيف السهاجي. استني استني. مرحبا يا احمد. اتفضل. مخنوق، ما تيجي بعيد عن هنا. كمل انت يا جود. راجع. ماشي يا حاج. السلام. مش قادر يا حاج.
عاوز اخد ولدي وارجع مصر. ما شبعتش غربة؟ هي الدنيا كده كلها حمول، ما تزودش الغربة على حمولة. بدرة معيشاني بجحيم، قاعد في بيت اول ما اطلع منه افرح واول ما اخش اتعذب. انت ما شبعتش من الغربة يا ولد ابويا؟ لو قعدت معاها اكتر من كده يا موتها يا هتموتني يا محمد. فهمني هي عايزة ايه؟ عاوز اطلع على جسمي وقلبي ونفسيتي العشر سنين اللي غبتهم. اضحك عليه. هطلقها واسافر. وبتك تقعد مع امها المطلقه وحديهم؟ تبقى جيت خربت بيت ومشيت. مفيش معاها غير الفلوس والحساب والورث والتكسير. وماله يا ولد ابوك؟ اللي انت عاوزه خده، عاوز حقك خده، عاوز فوق حقك خده. انا مش عاوز حاجه وانت عارف. انت مش عاوز حاجه لكن حقك حاجه تانية، يعني عشان نارها تبرد. انت عامله زي الوحش مش هتهدى لما تجيب اجل. استحملها، كل واحد ربنا خلقه وخلق له جنبه حاجه تسعده وحاجه تانية تعذبه. داوي اللي بيعذبك بحب اللي هيسعدك. الصراحه انا مش عاوز البلد دي. ايه اللي جابه الفجر ده؟ والله يا ولاد حداد من ساعه ما جيت عايز اجي اسلم عليك يا حاج احمد. الله يسلمك يا ابو زكري. ايه يا ابوي، اخوك الحاج خدك مني انا وليه. سلمت يا ابو زكري؟ ايوه. عايز حاجه تاني؟ انا جاي اشتكيك لاخوك الحاج، حطتني على راسه وساعدك. اصله عارفك زين يا ابو زكري وعارف يتعامل معاك ازاي. ايوه، ما انتوا اخوات قاريين على لوح واحد. أدي قلتها يا ابو زكري، قاعد وسط الاخوات ليه؟ الله اكبر عليكم، قاعدين زي العشاق اخوات صح. قل اعوذ برب الفلق. عموما يا حج انا كنت جايك بس انت قصرت على المشوار. خير؟ انا كنت طالب ايد زهرة منك. يا راجل يا بارد، هي حصلت تطلب ايد بنت الناس في الشارع؟ مش قصدي، وبعدين احنا مش غرب، انا والد عمكم. وانا سبق رديت عليك يا ابو زكري. ايوه، ابوها ما كانش موجود لكن دلوك ابوها موجود، والابو اهم من العم. حج محمد ابوها وعمها، واللي يقوله يمشي. يعني ده اخر كلام عندكم؟ الكلام يبقى في البيوت زي الناس المحترمه، ناخد وندو مع بعض. اجيلكم ميته؟ لا، انا اللي هجيلك. روح في امان الله وانا جاي وراك على طول. ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام.